ورجعنا لكم بعد الفاصل نسمع باقي أسئلة أصحابنا عن التوبة والاعتراف. مين هيحب يسأل سؤال تاني؟ يلا اتفضل. أنا اسمي يوسف، وأنا لو زعلت حد من صحابي ورحت أعترف لأبونا ربنا هيسامحني ولا لازم أصالح صاحبي الأول؟ اتفضل يا يوسف. ما هو ده بقى الحتة اللي احنا وقفنا عندها، مرنا بتقول مع مرنا. لو سرقت، لا مش انت يعني، لو واحد سرق القلم بتاع زميله في المدرسة وما عرفش هو مين اللي سرقه ورايح يعترف، هيقول له طب رجعت القلم؟ هيقول له لا ما رجعتهولوش. يقول له طب يعني انت ناوي ترجعه ولا ايه؟ هيقول له لا. هيقول له لا. هيقول له لا خلاص يبقى انت مش ندمان. لو برضه زعل صاحبه، المسيح قال اذا رحت تقدم قربانك على المذبح وتذكرت ان لاخيك شيء عليك اذهب اصطلح اولا مع اخيك ثم تعالى وقدم قربانك. فانت متخاصم مع زميلك او مع اخوك وما اصطلحتش، هتروح ازاي تتناول؟ والاول بتعترف، لما تروح تعترف هيقولك اصطلحت، هتقول له لا. لكن لو قلت له انا حاولت اصطلح معاه وهو ما رضاش يبقى خلاص يعني عملت اللي عليا. حاولت اصطلح وهو اللي مش راضي. حاولت اعتذر له مش راضي يقبل الاعتذار، طب هعمل ايه؟ خلاص. فابونا بقى بيتفاهم مع الواحد، بيشوفه ندمان صحيح وكمان بيحاول يصلح الغلطه، بيعمل كده بس. فلازم يعني زكى لما تاب والمسيح دخل بيته قال يا رب ها انا اعطي نصف اموالي للمساكين، للغلابه يعني، وان كنت قد ظلمت احد ارد له اربعه اضعاف. يعني اللي ظلمته في 1000 جنيه هديله 4000، اللي ظلمته في 100 جنيه هديله 400. ما هو كان رئيس للعشرين، فحاجه عجيبه جدا. ده ما فيش بنك بيدي 4 اضعاف ابدا. يعني واحد حط فلوسه في البنك، ها البنك ممكن يديله ريع كده مثلا 10% في السنة، يعني 100 تبقى 110، ولكنها تبقى 400 ازاي دي يعني. فاللي حاصل ان زكى فعلا كان ندمان، والمسيح قال اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت. يعني مش بس اقول ان انا غلطت، لازم اصلح الغلطة اللي انا عملتها. حكونا قصة الآباء، حكونا قصة قديمة شوية، يمكن اللي حكاها لنا مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث. وهو طبعا البابا شنودة يعني مولود سنة 1923، شوف بقى في القرن اللي فات من سنة 23، يعني سنة 2023 هيبقى يفات 100 سنة يعني. المهم فبيقول ايه؟ بيقول واحد راح يعترف عند القسيس، كان قسيس كبير شوية، فحد كان جاب له ساعة هدية من النوع اللي بيتحط في الجيب هنا مش تتلبس هنا، وليها سلسلة كده بتتشبك في الزر بتاع الجلابية، سلسلة. بس هو كمنه كان بيحب أبونا ده قوي، فراح جابها له ذهب. فأبونا قال أهو هدية وتذكار، لكن لو لقيت حد فقير هيموت من الجوع ولا محتاج عملية ممكن أبيعها وأدي له تمن. فجال واحد يعترف قاعد جنبه كده، شاب يعني، فأبونا حط إيده على كتفه عشان يعني يطمنه وهو بيعترف كده وطبطب عليه. فقال له يا ابونا انا عملت كذا وكذا وكذا، وبعدين قال له يا ابونا انا سرقت. ابونا قال له طيب يا ابني ربنا يسامحك وربنا يحلك، وركع قدام ابونا وصلى له الحل وخد بعضه ومشي. بيبص في الساعه لقى الساعه مش موجوده، ده. وبعدين قبل ما الشاب ده يجي كان هو بص في الساعه قبلها على طول كانت موجوده، فراح للمطران او الاسقف، يعني كان زمان اغلب الاساقفه مطران، راح يقول له يا سيدنا حصل لي مصيبه. قال له ايه؟ ايه يا ابونا في ايه؟ قال له حصل كذا كذا كذا. حكى له القصه. عارف قال له ايه؟ قال له تستاهل. تستاهل.
ليه بقى؟ قال له عشان انت صليت له الحل وما سألتوش الحاجة اللي انت سرقتها رجعتها ولا لا، فهو خد منك الساعة وانت اديته الحل، اخد الاثنين يعني. لكن لو قلت له مش هصلي لك الحل الا لو رجعت السرقة كان هيرجع لك الساعة بتاعتك، عشان ده يبقى درس ليك بعد كده، ما تديش حل لحد الا لما يصلح اموره. فهمتوا المثل ده؟ بس ده مش مثل، دي قصه حكوها لنا على انها حصلت قبل كده. بس فاظن دي يعني واضحه خالص، هي كانت قصه حقيقيه، متهيألي هي قصه حقيقيه. ده معناه ان لازم ما اعمل غلطه او خطيه لازم احاول ان انا اصلحها، مش كفايه بس ان انا اروح اقول لابونا كده. اه بالظبط. طيب مين تاني هيسال سؤال؟ تسالي قولي اسمك ايه واسالي السؤال. انا اسمي مدن. اوكي مدن قولي يلا. هو احنا المفروض نعترف واحنا عندنا كام سنه؟ حاضر يا مدن، سيدنا هيقولك. هي عايز تعرف واحنا كام سنه ممكن نروح نعترف. ما هو اسمها يشبه اسمك، مدنة ومارتين. هو السؤال ده سؤال صعب شوي، لكن هنحاول ان احنا نجاوب على قد ما نقدر يعني. الواحد يبتدي يعترف لما يبتدي يفهم يعني ايه ان هو يقول باردون، متأسف، سوري. يعني يبتدي يعني ماما في البيت وبابا بيعلموه تقول سامحني يا رب، أنا آسف يا بابا، لما يعمل حاجة سامحني غلط. يا ماما. لكن لو كان لسه ما بيعرفش يتكلم أصلا هيعترف إزاي؟ أيوه صح. ها؟ بيعيط ويطبطبوا عليه. يعني لما يبتدي يفهم هو ان الحاجه دي غلط والحاجه دي صح. اولا يبقى يقدر يتكلم. بس لو هو كبر وما وفضل ما بيتكلمش، لا، في ابونا مخصوص للي ما بيتكلموش وما بيسمعوش، بيعملوا بالاشاره كده. يعني في لغه بالاشاره، يعملوا حاجات كده وبتاع يفهموا بعض. وحتى احنا اللي بنعرف نتكلم ساعات بنستعمل اشارات تتفهم. يعني ممكن لو واحد قال للواحد عمل له كده، دي معناها بيقول له جميلك على راسي، يعني انا عارف انك انت عملت لي خدمه كويسه، انا متشكر. ما يعمل كده. ايوه. ها؟ ولما يعمل لواحد كده يعني اصبر شويه، اصبر شوية. في اشارات مفهومة. انا مش عايز اقول على الاشارات التانية اللي بيعملوها لولاد الشقاي. لحسن. في اشارة بيزعل تانية يعني كده. لحسن تتعلموها وتعملوها. يعني ولو ان احنا اللي احنا اللي بنتعلم دلوقتي من الصغيرين. لا هم دول الملايكة حلوين، ما بيعملوش حاجات وحشة. طيب يا سيدنا، يعني معنى كده ان هو اول ما الطفل يبتدي يتكلم ويبقى عارف يميز صح وغلط يقدر ان هو المفروض انه يروح يعترف. المفروض اهله يعلموه ان هو يروح لابونا ويقول له يا ابونا انا زعلت ماما، انا لعبت في الكبريت وكنت هولع الدنيا، انا حاجات وحشه يعني. أنا كذبت على بابا وبابا زعل مني لما لقاني كذبت، وقلت له سامحني يا بابا. يعني إيه؟ يبتدي يحس الفرق بين الصح والغلط، ويقدر يعرف يعني إيه يعترف، يعني إيه يعتذر، يعني إيه عايز يقول له خلي بابا يسوع يسامحني كده يعني. ف الحكاية دي دلوقتي ممكن تبتدي من بدري. الأولاد دلوقتي بيفهموا ساعات بعض حاجات أكتر من الكبار. بيبقوا شاطرين. نشكرك يا سيدنا خالص، نشكرك.